قضاء على البيروقراطية الإدارية تحد بدأته وزارة الداخلية وقطعت أشواطا كبيرة فيه، ووصل الأمر إلى التواصل مع المواطن عبر الرسائل النصية القصيرة SMS لإعلامه بآخر المستجدات. تابع تقرير لأهاج مخيرات. إلى وقت قريب كان الذهاب إلى مقر الحالة المدنية بمثابة عقاب، فالمواطن كان يصطدم بترسانة من الإجراءات البيروقراطية التي نخرت الإدارة الجزائرية لسنوات. وزير الداخلية نوردين بدوي وعلى خطى من سبقه يواصل ما أسماها الحرب على البيروقراطية عبر تخفيف الإجراءات وتقليص الوثائق المطلوبة في أي ملف، ناهيك عن عصرنة عملية استخراج الوثائق. اليوم الوسائل التكنولوجية ووسائل الاتصال والتكنولوجيات المختلفة راهي رقات إلى مستوى عالي، صح ولا لا؟ وهذا هو اللي خلينا نرقوا. المواطن باش يكون مرتاح لازم شوف نهار نهار نوصله باش يجي ويضحك لك ويتبسم لك، ولا ما يجيش خلاص وحوايجه يتقضوا في داره. رسائل نصية قصيرة تصلك وأنت في أي مكان تعلمك بجديد الإجراءات وآخر المستجدات. الرسائل النصية القصيرة تسمى مادام المواطن كامل ما كاش اللي ما عندوش هاتف نقال محمول، هاتف نقال ما يعني أحسن وسيلة باش تمس أكبر شريحة من المواطنين. حاجة مليحة هذه، أفسا مليحة يا خو، من لحقونا لي ميساج يا خو باش تكون على بالك، تروح للبلدية باغ اكزومبل بلدية ولا لا ميري ماشي تشقى في باطل. إذا سمس هادو حاجة مليحة أخويا، تعلم المواطن هو في البيت تاعو. مسار إنهاء عهد البيروقراطية قطع أشواطا كبيرة، لكن يبقى أكبر تحدي هو معالجة الذهنيات والاستثمار في الكادر البشري.